طاجن الكوارع كان جبار قوي، وطاجن الباميه بالعكاوي. لا موضوع كبير يعني مش قادر احدد طاجن معين. يعني انا جيت من 4 5 ايام تيست، لكن النهارده جاي بقى على تيست كتير. ادوار قبل كده باطباء نفسيين، فبقى عندي الخبره ان انا ممكن اقعد مع مرسي يعني عن طريق الاستاذ سامح عبد العزيز والاستاذ احمد عبد الله المهندس واحمد السبكي، كلهم حبايبي يعني. في اخو اعداء، وفي توربيني، في الرجل الاخر في البدايه، يعني كلها شخصيات لها ابعاد نفسيه لكن كلها مختلفه، نماذج مختلفه كلها عن بعض. وبيتهيألي ده واضح ان هتلاقي ده غير ده غير ده، لان كل واحد فيهم له ابعاد وله معلومات طبيه لازم تبقى على درايه بيها. فكلهم مختلفين عن بعض، لان انا لو حسيت بتشابه بين دورين انا عملتهم قبل كده مش هعمله يعني. لا انا كنت اكلمك لو كان خد جايزه افلام اللي اتعرضت في المهرجان، لكن لازم يبقى عندنا ثقه متبادله. يعني اكيد الفيلم اللي خد جايزه احسن من الفيلم اللي ما خدش جايزه، يعني دي قاعده انا بطبقها في اي مهرجان في الدنيا يعني. لان مش كل الافلام، اولا المشاركه في المسابقه الرسميه ده في حد ذاته حاجه كبيره جدا، لكن فكره الجوائز بتبقى هي مسابقه، ففي فيلم هياخد وفيلم مش هياخد. فانا الموضوع ما ازعجنيش بصراحه خالص، شايف ده من زمان، انا من زمان بقول ده، لان السبكي في النهايه منتج سينمائي نشط. الراجل عارف انت لما يبقى عندك محل ملابس او مطعم زي اللي احنا فيه، بتقدم انواع مختلفه. وعلى فكره الافلام اللي ليها قيمه وبتعجب الناس ما بتكسبش السبكي زي الافلام اللي ما بتعجبش الناس. فهو كونه بيعمل كل الانواع، النوعيه دي والنوعيه دي والنوعيه دي، هو ده الانتاج السينمائي. الانتاج السينمائي بره كده مش معقوله شركه تقدم نوع واحد من الافلام، طبيعي جدا. وبعدين لو هو الافلام اللي هي ما بتعجبناش وما بتعجبش النقاد، لو هو عملها مره وما كسبش من وراها فلوس مش هيعملها تاني. لكن الحقيقه والواقع اللي لازم نقر بيه ان ليها جمهورها، فبما ان ليها جمهورها هو راجل صناعه. الصناعه انك بتحط فلوس عشان الفلوس دي تترد لك بمكسب، او على الاقل تترد لك، فهو لو خسر مش هيعملها. فالحسبه كلها ان ده راجل صناعه وانه بيعمل كل الانواع. كون ان في نوع مش عاجبنا ده طبيعي، لان دي اراء يعني. انا كممثل هو نفس المنتج بيعرض عليا النوعيه الثانيه انا ما بعملهاش، فهكذا الجمهور اللي مش عاجبه ما يخشش. الموضوع بسيط جدا، وما نقعدش نقول دي جريمه، لان في ناس بتخش والصاله بتبقى ارش كومبلي. ويعني لو عايزين نناقش القضيه الام بقى اللي هي ثقافه الجمهور ووعي الجمهور. لكن هو انا شايف ان هو ما لهوش ذنب يعني. انا ما بفهمش في حكايه توقيتات العرض دي، لان دي في النهايه يعني شغله المنتج والموزع. وانا من انصار ان كل واحد يبقى في شغله يعني. انا شغلي خلص بمجرد ما انهيت الفيلم تصوير. دور المنتج انه يعرضه ويختار التوقيت المناسب. فاحنا لو اهتمينا بفكره التخصصات دي كل واحد يخليه في اللي بيفهم فيه، هنبقى احسن بلد في الدنيا.